هذا من امانه العلم، الامانه العلميه وامانه العقل. جزاكم الله خير. ابنها صهيب، ربنا يحفظه لك يا ام عمر. امين. فهل لو كنته ونادته يا ابا يحيى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صهيب رضي الله عنه وارضاه رابح البيع ابا يحيى؟ نعم، هذا ولا نعمه ما فعلت. وايضا كنيه الصغير سنه، ما قال النبي يا ابا عمير ما فعل النغير لما قال عائشه كني نفسك 9 سنوات ام عبد الله. ما كان عندها ولد ولا بنت. نعم رضي الله تعالى عنها وارضاها. أمين. الدعاء لهم ولنا وللمسلمين والمسلمات بالهداية، نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يغفر لنا وأن يثبت الخير فينا وبنا ومعنا، وأن يجعلنا من الذين آمنوا حقا وقد ظهر الإيمان بالعمل، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. آمين. نحن وأنت